عبدوا امتحانات وسالاهم عبدوا وجلسوا في العطله وحنايا جالسين كنتعلموا يلا ابي سي الله يتحشم عليهم. يعني هادشي اللي بغيت نوصلو الله الله يرزقنا الصبر. هاد الوزاره خاصها تطلق جديدو وتعطيني للتلميذ والاستاذ الحق ديالو. حنايا ما كندافعوش على الحق ديالنا بوحدنا، ما كندافعو حتى على الاستاذ. يعني حنايا ما كندافعوش غير علينا، حتى على الاستاذ نعطيوه جديدو الحق ديالو، الكرامه ديالو طيحوا لها في الارض. حشومة عليهم والله. حنايا بغينا ولادنا يقراو، حنايا الحاجه اللي ما حققناش حنايا قلنا زعما وليداتنا طامعين في وليداتنا يحقوها، داك ما كنشوفوا حتى شي حاجه من هذا الشيء. الحكومه هذا الشيء زادت فيه طولت فيه. حنا كنقولوا زعما كل ثلاثه زعما نصبحوا نقراو، دابا زادوا لنا ثاني اثنين جوج مرات في الاسبوع وجوج مرات في الاسبوع احتجاجات في وسط المؤسسه. هذا عيب وعار والله العظيم، لا عيب وعار، تحقرنا كنحس براسنا مقهورين محقورين وربي اللي شاهد علينا. ما حتكن المعيشه اللي غاليه، ما حتكن ولادك اللي جالسين قدامك. كثر تمشي تزيد سوايع باش ولادك على وعسى يقراو، ولكن ما كيقراوش. ما كايناش قرايه، قرايه خاصها تكون في وسط المؤسسه. لا ما كتشي قرايه في المؤسسه، راه العلماء كيقراوش. كتكون العايش بالكتوبه ديالك يقول لك ماما انا ما قادرش نقرا، انا فشلت على الدراسه. حشومه بغينا الحال، لقونا الحال، الله يجازيكم بخير، لقونا الحال. حنا يبقى لنا زعما دعوان الله، دعوان الله، كندعون الله عز وجل يشوفنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. بغاونا ولادنا يتشردوا في الزنايق، ولادهم كيقراو، حنا ولادنا متشردين في الزنايق. دعوان الله، دعوان الله. يا اصلا هو عطله من اللي بدينا، العطله من اللي التحقنا بالمؤسسه، فما بالك هاد الشهرين لا هضره عليها. حنا هاد الثلاث ايام اللي كيمشيو وليداتنا المؤسسه، حنا وليداتنا كتجي فيهم الوقفات احتجاجيه ديال الاستاذ اللي هو من حقه، لان الدوله ما عدلتلو شي واحد الحال. كتجينا في الوقفه ديال الاثنين، الوقفه ديال الجمعه، الوقفه ديال السبت. يعني التلميذ او التلميذه شحال كتقرا؟ اربع ساعات في الاسبوع، اربع ساعات ما كافياش للتعليم. يعني خصنا الحل او هذيك الثلاث ايام يزولوها، لا ما كانش الحل هذيك الثلاث ايام نلغيوها. يعني انا بنتي ما كتستافدش من ديك الثلاث ايام، كتجي فيها وقفات احتجاجيه، من الاحسن ديك الثلاث ايام ما تكونش. وحنا كنبغوا نوصلوا صوتنا لجلاله الملك يشوف من حال هاد التلاميذ ومن حال هالطبقه. يعني راه حنا ضرينا بزاف، راه ما خرجنا والا تاكلينا العصا لداخل. حنا ما كنا كنخرجوا على غلاد المعيشه، ما كنخرجوا حتى حاجه، الا ان التلميذ والتعليم راه شي حاجه ثقيله باش خرجنا. حنا ضرينا بزاف باش خرجنا اليوم، وكنطلبوا الله يكون حل، يكون الحل. لان اصلا ولو الهدر الزمني للمدرسه راه مشى، يعني حتى لا كان شي حل راه النتيجه ديالو حنا ولو يكون التعليم الابن ديالي راه تضرر. يعني النتيجه ديالو انا اللي كنشوفها في نهايه الموسم الدراسي. كنا كنتوقعوا من الحكومه انها تعمل شي حل احسن من اللي عملته، ولكن للاسف على ما يبدو انها ما تسوقتش للشعب، ما تسوقتش لهاد التلاميذ اللي ضايعين. من هنا كناشد الاساتذه، انا اناشد الاساتذه هذه المره، لاننا شدنا مرارا الوزاره على ما يبدو كما قلت لك ما تفعلتش شي تفاعل ايجابي معنا. انا اناشد هذه المره الاساتذه، اذا كان المسؤولين ما كيحسوش بينا ومتعاليين علينا، فانتوما الاساتذه ديالنا، انتوما طبقه بحالنا، دراويش بحالنا، حسوا بالدراويش بحالكم، شوفوا بعين الرحمه في التلاميذ. لان الى يعني استمر هذا التعنت بيناتكم الوزاره من جهه وانتوما من جهه، فغادي ينتهي الامر بتبييض الموسم الدراسي. كنتمنى وما نوصلوش لهاد الحاله هذه، كنتمنى وكنتمنى. ما تفهميش معاهم على داك قرار التجميد، لانه حنا وليداتنا اللي ضايعين، ماشي حنا كنتمنى وليداتنا يقراو، ماشي وليداتنا يبقاو يدوروا في الزناق ولا يتشردوا ولا. حنا باغيين وليداتنا يقراو، وباغيين المسؤولين ياخذوا هاد الشيء بعين الاعتبار. حنا وليداتنا باغيينهم يقراو، حسبي الله ونعم الوكيل في الدوله. وحنا هاد القرار اللي خرج قال لك خمسه الاسابيع، اول حاجه حنا ما غاديينش عليه، ما باغيش تكون القرايه عن بعد، وهاد الامتحانات اللي كيتعطاو التلاميذ ديالنا وليداتنا حنا ما غاديينش عليها هادشي. هذا التلاميذ ما كيفهموا حتى شي حاجه باش غيجاوبوا في امتحانات، وحنا كنبغي الحق الاساسي ديالنا باش يتعطاو الحق لوليداتنا. هادشي ماشي معقول. اسي رئيس الحكومه، واش ما عزوش عليك هاد التلاميذ اللي كيضيعوا؟ واش ما عزش عليك عملتوا الحر في هاد الشعب هذا؟ راه حنا كنموتوا عرق بعرق. ما حدا الغلاء الاسعار، ما حدا القرايه اللي ما كايناش، ما حدا هاد الاضرابات. ها العطله ما جاش السيمانه هاد العطله، العوم ما قراو حتى شي حاجه، ومورا العطله عاوتاني شنو غيكون؟ الاضرابات. احنا معاكم بالميصاد، حنايا وليداتنا ما دخلوهمش يقراو حتى تعملوا شي حل اساسي ديالنا باش
واش يقراو وليداتنا. ولا قراو النهار كيبقاو يومين ثلاث ايام ما كيقراوش، عندهم يما نهار في الثمانه ولا اليومين في الثمانه، راه شنو بزاف هادشي هذا، حنا ضايعين ولادنا ضايعين، علاش ما ولادهم هما كيقراو ولادنا حنا ما كيقراوش؟ اللهم هذا منكر، غلوا عينك وشي ولادنا خلاص وقت نخلصوا، مش معقول هذا. الله يرحمك الوالد، الله يجعل بركه سيدنا، ما معنا شي حل، الله يجزيكم بخير. خصنا نقراو الحق، ما خصها تعطي الحقوق الاساسيه، حنايا البلاصه ديالنا هي المدرسه ماشي هي الدار ولا الزنقه، وكنشكر الاساسي ديالي استاذ محمد الجيدي واستاذ راشد البخلي. حنايا كنستنكروا لهذا النظام الاساسي المشحف بحق الشغيله التعليميه، طبعا واكيد غادي ندافعوا على حق الاستاذ لانه هو اللي قرانا وقرا ديك الوزير وديك رئيس الحكومه، بغض النظر فين تلقاو هاد الرؤساء اولا هاد المسؤولين التعليم ديالهم واش في الوطن اولا خارج الوطن، قرار الاقتطاعات او التجميد ليس بحال ولا يتطلع لاصلاح منظومه التعليم التي يتغنون بها في الشعارات. بزاف الحاجات ما خرجناش ما طلبناهاش، كاينه غلاء في الاسعار، كاينه واحد المعيشه قهرت المواطن، ومع ذلك حنا تغادينا على كل شيء وصابرين كنقولوا ماشي مشكل، ولكن ملي تقص التعليم، التعليم هو الاساس، الا مشى التعليم يعني هاد الدوله كامله مشات للزبل. حنايا ما بغيناش هادشي، حنا بغينا ولادنا، واش عباد الله العوان كيعملوا امتحانات في المدرسه وما فاهمين والو، ما عارفين والو، ما عارفينش شنو يحطوا في الفروض ديالهم، العايل ما قاري والو، الدوره الاولى وصلت وما باقي ما عارفين والو، ما قاريين وما فاهمين والو. يومين نهار تنقراو نهار ما تنقراوش، حنا خلا نقراو ماشي بقاو زناقي. خصني حقي في التعليم، علاش انا كنمشي انا كنقرا في السبعه كنمشي مدرسه كنجي ما كنستافد والو، خصنا القرايه تسرح يعني نقراو اسبوع كامل والتعليم كامل خصو هذا الحق، خصنا جلاله الملك يتدخل ويحل المشكله ديالنا ويدينا حقوق ديالنا التاني. نهار الجمعة ما قريناش، كذبوا علينا قالوا لنا، بغيت نقول لهم علاش ما قريتوناش، علاش عامين كبروا ما قراو كاع ما نقولوا حتى حاجة. حنا ما مستعدينش، حنا ما مستعدينش للامتحانات، وحنا ان شاء الله بدينا الدورة، بدينا الدورة الأولى وفي الأخر ما درنا منا والو، امتحانات ما مراجعين ما والو.